السلام عليكم. السلام عليكم. صافي يا صاحبي، انا دابا راه المجازه سده. صافي يا صاحبي، كون هاني غير رجع لكازا نطلع. السلام عليكم. واه اش قلتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شحب الخاطر ابراهيم؟ شد شد، شوف لي هاك، هادي غنلعب هاد الورقه، شوف لي هاد النماري. ابراهيم شنو؟ يمكن الا ربحت. لا لا كتفلى عليا. لا ابراهيم شوف، شد شد شد، انا شوف. سته كاينه. كاينه. سبعه كاينه. سعود كاينه. 14 كاينه. 25 كاينه. 48 كاينه. ثلاثات الملايين ابراهيم، ربحتي ثلاثات الملايين ابراهيم. عرفتي ابراهيم؟ ايه هما اللي كمالو؟ ربح 30 مليون ديال الدرهم وصحيب ريال ثلاثة الملايين سنتيم. ها؟ ها؟ ابراهيم والملكة ربح 3 ملايين. يلاه سيد لابالي وفرجوا، علاش كتسناو؟ لا نعم السي تاجي خربوشة، عارفين هي المعلمة ديالنا. مزيان. أراو بعدا شي سرابة ولا شي تعريضة بين ما جات؟ لا نعم مسكين شي عرفان تمشي بلا علام، والتعريضة ما تكون بلا سرابة. آه. عارفين دابا هاد العيوط اللي غتغنيو مع دي حاده؟ معلوم عارفين ومحافظين ومقيلين معاه. مزيان، راهم ربعه. العماله، حاجتي فكريني، كبت الخيل على الخيل، ورادوني. واياكم زيدوا شي وحده من غير هادو. ونهاني المسيح، حنا حافظين صوارنا. معدي ما يسالك. راهو دابا شي وجيبه. بدلوا عندنا هاد السكوات بين ما رجع سيد القيل. يلا. ساوي ساوي يا الغوت. سيادنا. يلا تشو. شوف راه واحد الهدف سولوا لعدوش شويه الماء باش يعتقنا. اسير بيد غير طلق راسك. والله لا هو وما حيدته مع ما خطاني خطاني خزيت. واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. هاندرا وانت جاي من هنا أبالك شي بير ولا شي عين ديال الماء؟ لا لا سيدي، الدنيا ناشفه من اللي خرج من الدوار، وتقول قطره كاينه في الطريق على الخلا وجلا. الله يحضر السلامه. ومنين نتوما في الخوت؟ انا من زاويه ولاد سيدي عبو. ولاد سيدي عبو مسلمين وطالبين تسليم. تما تبارك الله الخير موجود، العيون عام دفقه بنعمه مولانا، والماء موجود. هذاك الشيء علاش انا داير بحساب الطريق، وهزت معايا جوج قلال، وحده قاضيتها والثانيه هي تسمع لك. ايوا اعتقني بها، الله يرحم الوالدين. انت راه غادي في هاد الجيه الماء عم دفك، وحنا راه تملينا الماء، وهانت كتشوفها راه معايا النسيبه والمراه والوليدات، راه حنا شله. وفي الحقيقه بقايتو فيها، ولاني شحال تعطيني فيها؟ فاش في النسيبه ولا يا والقلة؟ اه على تلمة ديال سيدي ربي فيه البيع والشراء. اسمع الله يبارك فيك، ما تحاسب معايا ما تحاسب معاك. عينك في القلة بسم الله، ما عليكش الله عرضك السلامة. وعا بلاتي ما تقلقش ما تقلقش، شحال طالب؟ كنطلب يا سيدي خمس قروشة وربعية. بارك عليك جاتك، وليني بشرط. أما هو؟ قبل ما تكمل طريقك غادي تجلس تسرك معنا الملحة والطعام. لا لا سيدي بارك الله فيك، زاني بشواري خل نمشي. أنت مول خير، غير حنا سيدي بغيناك تشرك معنا الملحة، الوقت والزمان هذا، شكون يقال نتلاقاو شي سويعة أخرى؟ اي اي ما قلتي عيب عندك حق. يلا سيدي يلا سيدي يلا. بسم الله. زين صرخونا تكفوا علينا، وانا كرام الدو منا لا حق لا باطل. الدبرة راها وصلت العظم، لعس علينا من كل جهة. زين ياك انتو كتهزو التراب على ظهركم كيف بغال، احتاجو سيادكم من سارة وحيدو لكم المشق من قدامكم، ودارو لكم فاقوات والماشينات. من سارة فيهم وفيهم. والإخوان رحنا مستعدين الحوار، ولكن بلا توتر. ما غاداش نتحرك من هنا تنشوف ولادي. احفر بخصها براسك. ها سيادنا يخرجوا لنا خونا من الحبس ويوقفوا هذاك الحماق ديال الخيل.
داك السيد قتلو لقاوه ميت بحال شي حوته فوق الماء. مازال ما عرفت اسمو كوميسار. وشي حاجه اللي ما فهمتهاش ولات عنده. وفي سي حجامي غاديه وكتولي غامضه. شكون عطاك الاسم هذا؟ ما كنعرفوش. كان شويه معكس. ما عرفتيش شنو جرى؟ كاين غير الله سبحانه وتعالى هو تيعاوننا. كانت خاصها غير لا كونفيرماسيون. اه الكاش غادي يكون محترم ان شاء الله. لحقاش انتي من بين الممثلات القلال اللي مأمنات برساله الفن. الان خاصني نمشي نتلاقى مع الممثلين الاخرين ونعاود ندير العروض ديالي واللي انت ما كتعرفي راح نسخه السيناريو راهي عندك ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. غرسون الله يعاونك فرصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا. مرد 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 مالك درتها بيا عاوتاني؟ شنو هي؟ ما بغاش ديماري ديما كديرها بيا كتجيبني حتى شي بلاصه وكتكحل عليا. كاين شي ميكانيسيان هنا؟ L'an dernier, Evelyne écrivait les scénarios des épisodes puis les faisait interpréter en arabe. Cette année, ce sont des scénaristes marocains qui écrivent en arabe. Evelyne valide leurs textes en les adaptant à une ligne éditoriale qui n'est pas la sienne. Alors Adam, il dit. Alors Ramzi, il ferme les fenêtres. Donc on va essayer de changer ça, Nadia. Voilà, le problème, voilà. C'est que par rapport à la chaîne, on est obligé de ne pas approcher les enfants de la fenêtre. Donc là, je le note comme ça et je te mettrai la rectification après. Donc si on met que Ramzi ferme la fenêtre, c'est trop dangereux et on ne va pas pouvoir... Voilà. Pas question pour les jumeaux vedettes de descendre les escaliers. Encore moins de marcher dans la rue pour aller à l'école. Al Jazeera Children diffuse pour les moins de 7 ans et impose des règles de protection extrêmes.